تحياتي لكم متابعيني متابعين قناة أخوان المتابعين، صديقكم وحبايبي موفق رجيني. طبعا صديقكم موفق رجيني. يا أذكياء يا جوزائيين، السنة هاي عنكم شغلات كتير مهمة، جيبوا لي الورقة والقلم، شغلوا دماغكم لأنكم بكون تفهموا علي مضبوط كذا معلومة. بالبداية بدنا نعرف انكم انتم رقم برجكم ثلاثة جوزاء، انتم منضمين للأشخاص، انتم هوائيين ومرتبطين بالملائكة. هي لعبة الملائكة كيف هي؟ هي لعبتكم كيف الملائكة بطاقة خاصة من الملائكة، انتم لازم تستغلوها وتستغلوها السنة، انتم راح تكونوا مو طبيعيين. ليش؟ لأنه انتم التردد تبعكم بإمكانه يتقبل ترددات الملائكة بطريقة كتير حلوة، بس بدكم تعرفوا كيف مين ينصحكم يوجهكم، وانا نحاول اوجهكم نحو الصح. هلا نيجي لهون، بدنا نعرف اول شغله مهمه جدا، انتم مرتبطين بكوكب عطارد. وعطارد مثل ما قلنا مرتبط ببرقان وميكائيل، ولكن احنا السنه هي شو عنا؟ عنا سنه عنيائي وزوبع والزهرة أو فينوس مثل ما حكينا. هلا بكون أنتوا تدققوا على كلمة عنيائي. ليش؟ لأنه أنتوا شوي ذكاءكم زيادة عن اللزوم، هذا بيعملكم مشكلة. هلا هي سنة النساء وأنتم رجال، يعني أنتوا طاقتكم ذكرية بس هي السنة طاقة أنثوية. نوقف هون ونرجع عشان نستوعب شو الفكرة. بنيجي نحن على ابراجكم، برجكم عطارد وهو برج الذكري بحت، هذا مين؟ الجوزاء. طيب هالسنه سنة فينوس، سنة النساء 100%. عشان الشغله في اشخاص هن الابراج الانثوية واللي بربطوا مع فينوس، وفي اشخاص ممتزجين واللي بربطوا مع فينوس بيطيروا السنة. ولكن الأشخاص اللي ما بيقدروا يرتبطوا مع الفينوس مثل واحد بنت الجوزاء، تمام، لأنه ما بيقبل إنه يكون في مرأة تحكمه أو مرأة تسيطر عليه، فصعب. طيب القيادة للنساء أو للرجال الأشباه بالنساء أو اللي طاقتهم أنثوية السنة، معناتها أنت في عندك مشكلة. عشان أنت ما تفوت المشكلة تاخذ قوة، فبدك تشحن بالملاك مين؟ عنيائي، تمام. طيب في اشخاص بيحكوا بيشتغلوا بالروحانيات وبيعرفوا، ونحن بنعرف انه مجتمعنا بيشتغلوا بالروحانيات كثير. طيب دول الاشخاص المتابعين بالروحانيات بيجي بيقول لك انا مو خرج اني اتواصل مع عنيائي، بيقول اذا مو خرج تتواصل مع عنيائي تتواصل مع زوبعة، اللي حتى الملك زوبعة انا مو خرجه، معناته بعالم زوبعة، معناته بقوه طاقه زوبعة التي تقدر تنفذ. وهي براجة نسوية تواصلوا هاي سنتون، معناتها التوكيلات هتكون مع زوبة أو مع عنيائين الروحاني، بتوقع فهموا عليه شو القصة. ودائما اسم الخبير، انت اذا كنت من جماعة الجوزاء، هلا احنا بنحكي على توقعات الجوزاء، ولا بدك اي استخارة شو بتساوي؟ تستخدم خبير وشو اسمه وعنيائي، بتوكل عنيائي. الناس العاديين الغير ابراج بتوكلوا الزهرة، انت بدك توكل شو؟ عنيائي. شافكم وصلتكم فكرة توقعني شرحتها. هلا نريد نرجع، هي معلومات انا بحب عيداء دائما لابراجكم. السنة هي في تحذيرات لصديقنا الجوزاء. قبل ما بلش لكم التوقعات بعطيكم التحذيرات. هلا انت بتفكر كتير جماعة الجوزاء، فعندك جهاز العصبي يستهلك كثير، وبنفس الوقت هذا اذا كنت مدخن بتأثر رئتينك، ولا عندك ايديك بشكل عام بتجعك وبتضعفك. هلا هدول القصص افضل شيء لهم انك تقوي كثير السنه فيتامين ب، تمام، وتنظم غذائك. انت بعازه السنه فيتامين ب بكميه كبيره، لانه في ضغط اعصاب بدك تتحمل صديق الجوزاء. اثنين، في عندك انت
بتحب في اللون، في اللي عندك لون الفضي والبيشي دول بدك تقلي اياهم، بدك تاخذ لي الفضي بس مو الفضي العادي، الفضي اللامع، مشان السنه هي تعمل فضه لامعه لتقويك ولا تهين. وبنفس الوقت اذا بيطلع بايدك تلبس لي تقوي لي السنه هي، تلبس لي العقيق الاصفر او بسموه او حجر الشمس، تمام، او العقيق اليماني الاصلي، هدول كثير مناسبين لك. هلا بشكل عام هي اعطيناك معلومات عنك، وخليك ساعد يعني قوي حالك السنه هي لا تهمك. طيب هنيجي ندخل هلا بشغله اسمها توقعاتك. هات ورقه وقلم. السنه تبعك انت بتبلش مختلفة، كل واحد له الشهر تبعه ببلش بنظام معين. انت بتبلش سنتك من 22/12 لـ20/1، سجلتها بداية السنة مو حلوة، حتكون نهاية السنة هي بلاوية الزرقاء كلها، حتيجي وين عليك، رح تتضايق انت لـ20/1، لا تهتم، فرجك جاي من بعد 20/1. فرجك جاي امتى؟ من 21/1 لـ19/2 عندك انتقال. حالة الانتقال هي تبعك رح تنقلك من حال لحال، رح ترجع الشغلات القديمة من السنة اللي مو حلوة، وبداية السنة اللي مو حلوة رح تبلش سنتك الحلوة، تبلش بانتقالات حلوة، ورح تبلش عندك مشاريع وأمل جديد. بلش من 21/1 لـ19/2 تقوي طاقتك مع انيائين، نصيحة مني. الفرج جاي 21/1 لـ19/2 كثير هموم رح تروح، بس تحمل لي 21/1 ورح تدعي لي بعدها. بعد منها رح تبلش عمليا على الأرض الواقع يجيك شيء، يعني 21/1 لـ19/2 رح يجيك اخبار حلوه ومشاريع يحكوا معك، رح تقبض وامورك تتيسر اللي انت بتحلم فيه، رح يجي ببلش من 22/2 لـ20/3 رح يبلش يلمع معك الحظ. بعد منها رح تبلش عمليا على الارض الواقع يجيك شيء، يعني 21/1 لـ19/2 رح يجيك اخبار حلوه ومشاريع يحكوا معك، رح تقبض وامورك تتيسر اللي انت بتحلم فيه، رح يجي ببلش من 22/2 لـ20/3 رح يبلش يلمع معك الحظ، تمام. بس هون بما انه فينوس عنا رح يجيك الحظ بسبب حدا انثى، فهمت علي؟ انت من طبيعتها مو كل الوقت بتحب انه يجيك طاقتك بسبب انثى، ولكن معلش السنه سنت انثى استلم تحمل. رح يمد هاد ل 21/3 ل 20/4 اللي حتبلش تفتح لك افاق جديده مرتبطه بمعارف. هي معارف الجداد هن انتقالك لحياه جديده تمسك فيهم، رح تستغرب من القوة الأصدقاء اللي هتجي، يا من رجال يا من نساء أو رجال، ما كل الأد هي رجال بمعنى الرجال، فاحتمال الأغلبية بيجيك أشخاص ما الأذكياء، ولكن هن شو محظوظين، حتى مصلحتك ربط مع المحظوظين يا صديقي الجوزاء، بالنسبة لك أفضل من الأذكياء. 21/4 لـ21/5 رح تبلش تبلش حرب وعداوات، والعداوات هي من حدا مرتبط ببرج الدور والفينوس. نصيحة مني، انت بالعادة برج الثور ما كل الأد بتهتم له، بس السنة هي اهتم له، خاف منه، انتبه، لا تقاومه، لعب عليه بالكلمة الحلوة، اذا قاومته حظه اقوى منك رح ينتصر عليك، ولكن اذا استخدمت معه الكلمة الحلوة واسلوبك اللي الوش المخفي تبعك رح يطلع بايدك تمشي معه، حتى لو ما كنت رضيان عن شيء اللي هو عامله، لا قاومه. 22/5 لـ21/6 رح تبلش تكون قفت على اجريك وبلش بدك تقرر شو بدك تعمل، اذا كانت بنت مالها مرتبطه ممكن ترتبط،
وإذا رجل مو مرتبط ممكن يرتبط، وبنفس الوقت ممكن شو يجيك دعم كثير من حدا من برج القوس. برج القوس بالنسبة لك لا بأس فيه، ولكن ليس هو السنة، هو سنة الحظ. سنة الحظ رح تاخذها من وين؟ من السرطان. السرطان 22/6/23/7، ولا بيطلع لك واحد سرطان كثير ممتاز. بالنسبة لك بيت مالك ورح يلفشك دفشة ويفتح لك آفاق. ولا لو كان السرطان انت شايف حالك اذكى منه، امشي معه باحساسه، لانه السنه هي احساسه هو رح يتغلب. فهو هلا المال بالنسبه لك من السرطان، حتى لو انت معتقد حالك اذكى منه، ولكن هو محظوظ بالمال اكثر منك، ربط معه وهو بيحبك ما جاب، بيفتح لك ابواب المال. 24/7/23/8 عندك برج الاسد. برج الاسد هون واقف لك بالمرصاد، ولكن اكسبه كصديق بسبب لانه هو كلمته كلمة، وهذا اللي بيعمل لك شو ارتباط مع الاشخاص اللي هم سمين اصدقائك من الدرجة الاولى، اللي هم اقرب للاهل، فاتحد مع الاسد لمصلحتك. في عندك 24/8/23/9 بيطلع لك حدا من عائلتك من برج العذراء، تمام، وبده يحاول يتحكم فيك. طول بالك، ما كل هالقد الجائر، لانه القوة للعذراء السنة هي رح تاخذها لانه انثى، وقوة الانثى هي الغالبة. الميزان 24/9/23/10 بيطلع لك حدا اصغر منك من برج الميزان، امكانك تسيره مثل ما بدك وتمشي خططك من خلاله. روح فيها راده. 24/10/23/11 رح يطلع لك حدا لسانه طويل من برج العقرب، انتبه. لا تقاومه ولا تتخانق معه وتفادى قدر الاستطاعة. يا جوزاء تفادى العقرب ب 24/10/22/11. شو ما حكى عليك طلع من خلقه، واذا بتعرف حدا من العقرب لا تواجهه، لا كنت شب ولا كنت بنت. نفسيتك رح ترتاح ب 23/11/21/12 بحب مع القوس وصياعه وبسط صديقك القوس اللي بيفهم عليك، حبيبها هيك القوس، حبيبتك القوس، هني بابا. هلا في شغلات مهمه لبرجك السنة هي، ما اللي حكي عليك، ما عندك الشغلات المميزة كتير لأنه هي الطاقة الإنسوية مسيطرة، ولكن عندك سنة شو بناء علاقات. بدك تعرف شغلي، السنة هي سنة النساء، الطاقة الإنسوية، الطاقة الذكرية تبعك، وش الذكري تبعك ما بينفع السنة، بدك تستخدم أسلوب شو الأنوثة. بس مين الرجل اللي حيلاقيها صعبة كتير، مين اللي حيلاقيها فظيعة السنة؟ امرأة الجوزاء. امرأة الجوزاء السنة بالنسبة لها كثير مهمة. ليش؟ لانه هي بيطلع بايدها تلف على الوجه الاخر وتعمل حل، وتلف على مين؟ جماعة فينوس، والسيطر عليهم. ليش؟ لانه هي ذكية، فبتنزل على الواطي بتقتل، ما عندهم الذكاء تبعها. فامرأة الجوزاء السنة هي اذا شغلت مخها وتذكرت الحية شو بتعمل وعملت مثل الحية رح تعمل كتير انجازات. كونوا بخير وبشوفكم، وبنحكي السنة الجاية بشوفكم الدروس القادمة. جوزائيين حبيبات قلبي، سلام.